زوار موقع الريفينو، مرحبا بكم من جديد في الحلقة رقم 21 من برنامجكم لقاء مع السياسي. نهار قرر دانيتا دي بنيسا أن استضاف إجن السياسي دانيتا جمال بن علي تاع الكاتب المحلي دانيتا في بلدية نغر مدينة بني أنصار، بالإضافة إلى عضو ببلدية بني أنصار في المعارضة. سي جمال مرحبا بك. قال الموقع المعرفة له في الحضور الأعلى ولقائنا، مستعد جميع السعادات لهذا الطاقة. السي ورخاء على حسب الصفة العامة هي تتهم جدتنا بالإنصار، مشكلات الناس من يخلق عدد بالإنصار، المشكلة الحسد بالتراب. السي الخطاس الأسئلة سي جمال، أكيد سي جمال، السؤال الأول، كوني كعضو في بلدية بني أنصار للمعارضة، ما تقيم سنة لاشتغال المجلس؟ يعني سنة واحدة خويا زكري المجلس الجديد، ما تنظم العمل المس نيغ مشاريع المس نيغ آفاق المس المستقبلية؟ شت كما يعني مستشارين جماعة فرنسا، يعني ثمانية جماعة دي قاعد دي حيث التجمع الوطن الأحرار قاعد على بلدية فرنسا، يعني مدة دوزيام دي ثمديت جناعة دي الطب قرانت في غارة متابعين السكينة. بالنسبة للعمل النقدي دي ثمديت معروف العمل إنه معروف تواصل المغ يعني 6 سنين نائب رئيس، ولكن كما رئيس يعني مشيت غير كنت رئيس بلدية تونسار فعلا يستجي الخاطر ترى مغازي دي انترنا غيس قانا قصدنا نصر الله وإياتنا، يعني إيش المفاجأة يبقى عندي ذات دي انترنا، لأن ذات دي انترنا ذي جي الصورة ذي جي تيسيت ذي قارس بأوروبا السنة تي ذي إجا غزان ذي تيسيت ذي غاوروبا سيرزان ذي تيسيت أفريقيا غانا بالحدود غانا بالميناء غانا بالإخوان نصي جالية كنسا، يعني إذا أنت تبغى تخصص إيش العمل الجبار هي بشرية هذه كذا، وفعلا ربي سبحانه وتعالى يذكر نغيج السهل الله خايد الله سبحانه وتعالى شد الأسباب، ولكن سيدنا أثنين صار سيدة ربيع أيدا يمشيش العناية طب قرانتي بالإنصار يجن كثير المشاريع وخلقا يجن عدد المشاريع يجن عدد كم تعالوا أخر يخدش، ولكن العمل النودي البلدية كما معارض بدش غير نش أولا فعلا مدة سنة وكيش المعارضة وكيش المعارضة على حسب الأساس نغزم هذا الشيء المصلحة العامة غاسل معاون لا مش لا لأن الشيء غامض إيش التنسيق العدل والتنمية فارق ربما شكل إيش فارق والشيء غامض إيش اتفاقية قد غار 14 هنا نكون يعني بشري المعارضة، ولكن أساس مش غير المعارضة المعارضة تير يعني المشاكل التي توقع عندي في الدين ذا المشاريع ذا تمسلعي ديوسي تواخدي المال من يخدم يخدم ويخدم المال المحاسبات هو الوديعة هو يخلق هو الوديعة أنا إيش العدد المشاريع قبل العام أولا واثد جيبو ذي بالمغرب إيش المبادرة الوطنية واثد خلقين مدة سنة ذا يتدي يعني ديش الكاريث هذا جمع إيش مفتاح في ثنتين غانا إيش المبادرة الوطنية الحيث الولاء ذي 800 مليون ومازال إلى يوم الآن عاد راه تكمل راه تكمل غانا السبب من كثير من الأسباب، ولكن يعني ما مش وقت تكون مع السيد العامل المحترم تبغى الإدارة باش يجي نحاش القصة مثلا يعني تكون يجي الملف باش تكون يجي الدراسة يجي المشروع يعني باش تكون شهر شهرين ثلاث شهور هو اللي عنده مزيان كون المصلحة العامة يعني المعارضة اللي سمو نشكشك السياسة المصلحة العامة يعني تو نحيي
ليغ ديجن ممثل مشاني غادي يجي اغلبيه المتابعين له دايس تقريبا 2000 منتخب 2000 مرشح ليغ يعني في البطن ولكن الشيء اللي تنتني خط الغيسناش يعني انشر الحي اللي اذا مشاكل سياسيه ربما مشاكل سياسيه دوك وقعت شويه المعارضه باش نكون الملف اللي ثلاث شهور ستريت تكون دي عامين عام ونص نهارا ديني 2 بريد تقريبا 300 مليون خار مده سنه سنه مزينه حتى البلديه عاد ما خرجش ايش الكارثه؟ صراحة يعني كيقول لي الشكاية على الوزارة الداخلية على حسب أساس شنو كيقول بأن ما كيفاش الشكاية صاحب الجلالة على حسب المشروع مشروع مزيان المبادرة الوطنية يعني ما خصوش أسكتش أهمية طبقات الله مع ذلك وين كيفاش كيفاش المراسلة اللي عامل لك من الفضل؟ شخصيا كما كسب العمل شخصيا يعني شطرت كراكيس مرة في أسبوع نعم. اجتماعات في المشاريع عدد المشاريع ولكن خصوصا في المشروع لقى بعض الطرق امتزاف لقى لجنة سيوت رباوي سيوت رباوي هو عامين ويازي ما المشكل يوجد لك مجهز عاد ويازي كل مرة ما رأى صراحة يعني توخصوا واتكويت المسرائيين ولكن شو الطلب والتسجيل الجناع على أساس المشاريع مشاريع مهمة من الطاس وثانيين قد تبع أرضي ينس أرضي بين الحقيقة مش تمسى ما نبدا مشوار ذا مش تمسى نواظر كمرا ما هو غاسب الجنة الناس ما هو غاسب اتفاقية الناس من يعارضنا بالنسبة لي لو كان مجلس بلدي يعني كعضو مجلس بلدي ما تقدر تحكم مثلا يا الرئيس مثلا وبيد الدوارات نعم أو ترزن الدوارات السوار خاص على أساس أذكر يعني المشروع المبادرة الوطنية خارج بأن ما رخص العامل إن أنا أقل يعني أتحول إجن مقدار المالية غير تجهيز المشروع ناس ما يمكنش تاخذ شي مبلغ عند التمنيات يوبريد الخلف انت يوبريد مبلغ عند التمنيات تجهيز خاصك تجهيز مبلغ عند التمنيات شي حاجه وزعما الشك كما رئيس غير كما نائب غير كما عضو هذيك من يخصم التسلسل لان هذه مساله تحتوي اجلال تحتوي اتفاقيات تحتوي مشتركه وقد هو هذا المشكل نبقى على حسب اساس يجن تغادي يجن مقدار التمنيات تعاون زي السكينة تغنى يكون على بركير نهارا حيث هو لا حيث الحدود يجب التاريخ تقرا ولكن مع الأسف منطقة حساسة ربما منطقة حساسة الطاس لأن قد توي غير الواجهة رأس يجب الحدود يعني شبقة تفسني سوريا الشباب في إسرائيل يبين يجن القوة على أساس الحماية والتشارك ولكن بالنسبة للمشاريع الناس بدل إذا الحي بدون تنمية يعني نهار الحي ظل قرار ليس أربع الأحياء يجن الحي وغاس القوية ما من رد وقرار قاسم ليس كبير مثل ديت الرئيسات كمل يجن عدد التمنيات باش اللي خلق لاسي اسمو يفندي تكمل. ابتداء مثلا كاين شي رساله واضحه لعامل صاحب الجلالات المسؤولين على مستوى عالي باش تدخل باش تنظر نحن كلكم معارض الدين الى قوم يعني استسلم بالفات الدورات صغير وكذا اذا الحل ما زال هو الحل كذلك تقييم العامل والدين هو الحل اذا اتصام شن الجهات على مستوى عالي باش تدخل هذا تبع المسألة يا أرجوك وإذا يعني مش تمني يعني أكسبنا تبع الشكاية إنه يسيبنا نصر الله هذا سكيش على يعني أحد المشاكل دي ربما كآخر في الوليدة وآخر إلى جيشة أو دي مرحبا شي نختار دي المصلحة العامة نعم شي مدابينا مثلا وقيل شاقة شوالا قد قد شاقة إلى قريب سؤولية تبقى قد تبقى العدد من المواطنين
يخصير دفع مصالح العام مصالح المواطن هاقش الشهادة فيه هذا فيه بالنسبة للناحية المعارضة فعلا تنجم حاجة تولي الدار الساكنة قبل صفة عارضة أكيد تنجم حاجة لازم تصلح هذا الحمد هذا الحمد تتجهنا أكيد